صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع. إنها 7:30 بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية نستهلها بالعناوين مع محمد زينب. شكرا لينا. العناوين: عكار المفجوعة تودع ضحايا حادث السير المروع، وحريق هائل يلتهم أحراج عين عنوب وخراج بشامون. قصص مواد جمعها وعمل منها دراسة. الرفاع يرد على دراسة جريصاتي: نصر الله عن المحكمة الخاصة، لا تلعبوا بالنار. تدهور الاقتصاد الإيراني يطيح بوزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كربسيان. الساعات 24 المقبلة ينتظر أن تتكشف فيها مواقف جديدة فيما خص موضوع تشكيل الحكومة مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري وجولة المشاورات المتوقع أن يجريها في ضوء الحملات السياسية المتبادلة التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة. وليس بعيدا كان لافتا كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والمتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، واستخدامه عبارة تهديدية بقوله لا تلعبوا بالنار. وفي هذا الإطار توقفت الأوساط السياسية عند عبارة التهديد هذه، واعتبرت أنها تخالف المنطق نفسه حول موقف حزب الله من المحكمة، ورأت فيها خروجا على السياق العام لدعوات التهدئة والحوار. وعليه فهي خطوة سابقة لأوانها في مقاربة أحكام المحكمة الخاصة بلبنان وردود الفعل عليها. أما الدراسة التي نسبت إلى وزير العدل سليم جريصاتي تحت عنوان مهلة تشكيل الحكومة، فقد فندها أحد أبرز الخبراء الدستوريين والقانونيين، وقال ألا مفاعيل تذكر لها، وشبهها بأنها قصص مواد عمل أصأص مواد عمل دراسي. البداية من عكار، حيث خطف مسلسل الموت على الطرقات حياة 3 شبان من بلدة تل عباس في سهل عكار عندما اصطدمت سيارتهم بعمود كهرباء بسبب السرعة الزائدة. جوزيف الظهر، رولان ملكي وجهاد نادر ضحايا جدد لحوادث السير في لبنان. فعلى أوتوستراد العبد محلة تل حياة تدهورت سيارة مرسيدس واصطدمت بعمود كهرباء ما أدى إلى وفاة الشبان 3 وإصابة جاد إبراهيم وهو يخضع للعلاج في مستشفى عكار وحالته حرجة. ووسط أجواء من الحزن والأسى شيعت بلدة تل عباس الغربي وعكار ضحايا الحادث الأليم، وبعدما حملت نعوش شبان 3 من منازل ذويهم إلى كنيسة ميلاد السيدة العذراء وسط البلدة، حيث ترأس الصلاة لراحة نفوس الضحايا المتروبوليت باسيليوس منصور راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس بحضور نواب حاليين وسابقين ورؤساء بلديات وفعاليات عكرية وذوي الضحايا، ثم وريت جثامين الضحايا في مدافن البلدة وتقبلت عائلاتهم التعازي. وبعد الحادث وجهت الياز نداء إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون مطالبة وزارتي الداخلية والأشغال العامة التحرك لحماية الناس بعد أن أصبح وضعنا سيء جدا في مجال السلام المروري، وأشارت إلى أن معظم عواميد الكهرباء في لبنان موضوعة بشكل خاطئ يخالف معايير السلام المروري الدولية. الدولة معنية بامتياز بسلامة المرور، أضافت الياز بالإضافة إلى دور كبير لمستعملي الطريق. بالتوازي مع مآسي حوادث السير سجلت كارثة بيئية جديدة في قضاء علي، حيث يتواصل الحريق الهائل الذي شب أمس في بلدة عين عنوب وساهمت الرياح بتمدده إلى خراج بشامون. تقرير ناهد يوسف. مساحات شاسعة، أراض وأشجار ومزروعات التهمتها النيران لتضاف إلى سجل الأخضر المحترق. حريق نشب بعد ظهر السبت واستمر حتى يوم الأحد بسبب سرعة الرياح التي أدت إلى اتساع رقعة الحريق بين منطقتي بشامون وعين عنوب. بلش من دروبل وانتقلت لأحراش عين عنوب.
وكان الهواء قوي وحاول الدفاع المدني والجيش يعني يطوقوها واضرب شيء ضل الصبح تقريبا للاربع الصبح اللي قدرنا طوقناها على الاخر. عم نجرب نبرد نحن والدفاع المدني حتى ما ترجع تطلع النار، طلع الهواء ورجع ولعها، ولعها الهواء قوي كثير. طوافتان للجيش اللبناني إضافة إلى سيارات الدفاع المدني تعمل على السيطرة على ألسنة النيران بعد نجاحها في إبعادها عن المنازل المجاورة بعدما كادت تلامسها. وطلبنا نحن مروحية من مبارح، حقيقة ما اجت المروحية حتى رجعت اشتدت النيران اليوم على الهواء وأكلت كل الحراش الصنوبر اللي حوالي الضيعة، وما اجت الهليكوبترات إلا لهلا من بعد ما كانت خلصت الحريقة أكلت الأخضر. وصلت النيران لحد بيتك أنت؟ أكيد، ولا هون نحن قاعدين هون بالجنين تاع البيت، وصلت النار أخذت كل شيء، أكلت كل شيء. كل الشباب والناس والنساء كلها عم بتحاول تخمد هالحرائق حول البيوت، الأضرار والدخان، الأطفال يعني بعدنا الأطفال والناس عن هالمحيط حتى ما يصير في ضرر. هلا امبارح كانت بعدها شوي محمولة ومحلات مش كتير فيها أحراش، بس اليوم الخسارة كتير كبيرة، يعني فيها خساره اراضي كثير، سنوبر البري وسنوبر اللي جوه اللي هو سنوبر مثمر، يعني عنده اصحاب بيعيشوا منه الناس كمان هود تضرر. وكانت مشاركه كبيره للمتطوعين في الدفاع المدني في عمليه اطفاء النيران والذين انتهزوا الفرصه لتجديد المطالبه بتثبيتهم، وهم من يخاطرون بحياتهم في هذه الغابات الشاسعه. هو مشهد يتكرر أكثر من مرة من صيف كل عام وسيبقى يتكرر في حال لم تتخذ إجراءات حازمة لتفعيل الدفاع المدني وتعزيز إمكانياته للتعامل مع هكذا حرائق. من منطقة عين عنوب، ناهد يوسف، تلفزيون مستقبل. تحت عنوان مهلة تشكيل الحكومة، كان نشر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ما أسماها دراسة حول ما يحق لرئيس الجمهورية القيام به في حال تأخر رئيس الحكومة المكلف بتقديم تشكيلته الحكومية. فإلى ماذا استند جريصاتي؟ وكيف رد المحامي حسان رفاعي على ما جاء في هذا الطرح؟ تقرير مها حطيط. بعد الحديث عن خطوات يمكن اتخاذها في الأول من أيلول في حال لم يقدم رئيس الحكومة المكلف تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية، نشر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي دراسة بعنوان مهلة تأليف الحكومة. يسرد جريصاتي سلسلة مواد قانونية ليصل إلى استنتاجات أبرزها أن هناك مهلة معقولة يحق لرئيس الجمهورية بعد انقضائها أن يتصرف. عملنا جو أنه في مشكلة حيصير، وهلأ هون أنه فخامة الرئيس هو يستدرك معاليه في آخر أسطر بالدراسة أنه ما حدا يستبق الأمور، يعني وكأنه بدنا نخوفه لسعد الحريري أنه لا فينا نحن نعمل بس ما حنعمل وروح تفهم أنت ورئيس الجمهورية. هذا موضوع ما بيمشي الحال. أما طول هذه المدة مين بيقدر أنه هالمدة طويلة ولا قصيرة؟ يعني ما العالم كله يتشايف أنه الحكومات الباقية أخذت أشهر وأشهر، انه مره سكرنا المجلس 17 شهر وما قلنا انه في مهل، وانه مره اخرنا انتخابات رئاسه الجمهوريه 30 شهر سنتين ونص وما قلنا انه في مصلحه عامه. وهي يستند جريصاتي في مطالعته القانونية إلى دور رئيس الجمهورية وموقعه حاميا للدستور وحافظا للمصلحة العليا للوطن في استقلاله ووحدة شعبه وأمنه وسلامة أراضيه، بحيث يعود له أن يجري تقويما للمأزق الناجم عن تأخير في التأليف ويفرض الحلول التي يراها مناسبة. يعني ذكرتني هذه الدراسة بأغنية لفيروز بتقول قصقص ورق وعمله الناس، قصقص مواد جمعها وعمل منها دراسة ووحي للعالم أنه بيد فخامة رئيس الجمهورية صلاحيات عديدة ممكن أن يلجأ إليها. هلأ بمتن الدراسة ببين أنه هذه الصلاحيات يستنبطها معاليه، هي غير موجودة في مواد صريحة وهو يقر بذلك، ويستنبطها من الدور الأول لرئيس الجمهورية كونه المؤتمن على الدستور وكأنه يحضر له ويهيئ له بعد خطوتين شكليتين بأن استدعاء رئيس الحكومة بداية للفته إلى أنه تأخر وهو لم يتأخر، ثانيا توجيه رسالة إلى المجلس النيابي وبوسعه أن يوجه هذه الرسالة متى شاء فليبادر منذ غد صباحا ليوجه هذه الرسالة فلن يتغير شيء. المطلوب من هذه الدراسة الإيحاء أن هناك خطوات ممكن أن يلجأ لها رئيس الجمهورية بحجة أنه مؤتمن على الدستور، كأن يعتبر أن المهلة أصبحت طويلة وأن الوطن والمصلحة العامة في خطر فيلجأ إلى التصرف من خارج الدستور،
يستند إلى هذه الدراسة لكي يتصرف من خارج المواثيق الدستورية. فإذا هي بحجة الريزون ديتا هي كوديتا، هي انقلاب. في نهاية الدراسة يقول جريساتي إنه يبقى أن العبرة لمن اعتبر، وأن سيد العهد يحتفظ بالمبادرات والخيارات ويتناسى أن هناك دستورا واضحا ليس بحاجة إلى دراسات ومطالعات، لا مهلة محددة أمام الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة. أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يتبرأ من الأزمة الحكومية ويتوعد المراهنين على عدالة المحكمة الدولية. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن حزبه هو أكبر حزب سياسي في لبنان، ولكنه أقل حزب سياسي يمارس السلطة. نصر الله وفي كلمة له في مهرجان تحت عنوان شموخ وانتصار إحياء للذكرى السنوية الأولى لتحرير الجرود قال: لا نريد من أحد أن يضع عقبات جديدة أمام الحكومة، لافتا إلى أن مسألة التشكيل طالت وأن الوقت يضيق. في مسألة تشكيل حكومة ما زلنا نراهن على الحوار الداخلي، لكن اسمحوا لي أيضا أن أضيف أن الوقت يضيق. هلأ في كلام بالبلد أنه يا أخي طيب ما في حكومة تمام إسلام، بقيت رئيس تمام إسلام بقيت سنة وشوي لتشكلت، خير إن شاء الله. أو حكومة رئيس نجيب مئاتي كمان تأخرت لتشكلت، صحيح يعني لازم هاي الحكومة تبقى سنة لتتشكل. أيضا الظروف هي ظروف مختلفة، الوضع المالي بالبلد والوضع الاقتصادي بالبلد، تطورات المنطقة، الاستحقاقات القائمة، ما فينا نقيس ونقول لأن الحكومات السابقة أخذت سنة معليش خلي نطول بالنا سنة، هذا غير صحيح. يجب المساوعة إلى معالجة هذا الأمر، ولا ينبغي طرح عقد جديدة مثل موضوع العلاقات مع سوريا. يعني ما حدا يحط هذا الموضوع عقد الآن، ما حدا إجا اشترط عليكم شيء له علاقة بتشكيل الحكومة، تفضلوا شكلوا الحكومة. موضوع العلاقات مع سوريا نناقشها في الحكومة بعد أن تتشكل، البيان الوزاري نناقش البيان الوزاري بعد أن تتشكل الحكومة، بتشكل لجنة وزارية وبتقعد بتعمل بيان وزاري. نصر الله تطرق إلى موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان متوجها إلى المراهنين عليها بالقول: لا تلعبوا بالنار. هذه المحكمة الدولية لا تعني لنا شيئا على الإطلاق، وليس لها أي قيمة شرعية أو قانونية، وما يصدر عنها ليس له عندنا أي قيمة على الإطلاق، سواء صدر منها إدانة أو صدر منها تبرئة. أنه حتى هلا لو طلعت المحكمة الدولية وقالت هاي الاتهامات غير صحيحة وأدلة ما فيه وهو الشباب المتهمين هم بريئون، أنه نحن حنطلع بيان ومبسوطين ومكيفين، لا، لأننا لا نعترف أصلا بهذه المحكمة ولا نعتبرها جهة ذات صلة. تمام، هذا واحد خلي يكون ببال الكل. النقطة الثانية اللي بدي اختصر فيها وما بدي توسع أكثر، بدي أقول لمن يراهنون على ذلك، لمن يراهنون على ذلك، ثلاث كلمات جملة صغيرة: لا تلعبوا بالنار، لا تلعبوا بالنار. نصر الله أشار إلى أن العلاقة بين حزب الله ورئيس الجمهورية ميشيل عون هي علاقة احترام متبادلة. في الشأن الحكومي، رفض الحزب التقدمي الاشتراكي اتهامه بعرقلة تشكيل الحكومة، مؤكدا لتلفزيون المستقبل أن من افتعل العقدة الدرزية هو من يصر على العرقلة. التقرير لريم تقي الدين. خلال خطابه بحفل التخرج السنوي لمدارس العرفان التوحيدية، استغرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الاتهام السياسي الموجه إليهم بعرقلة تشكيل الحكومة. وفي هذا الإطار أوضح مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الرئيس لتلفزيون مستقبل أن من افتعل العقدة الدرزية هو من يصر على العرقلة. عرقلة عملية تأليف الحكومة تتحمل الأطراف التي تطالب بمطالبات غير واقعية وتريد أيضا إقصاء أطراف أخرى وتهميشها بشكل أو بآخر. لن نقبل بوزارتين فقط، نحن حقنا السياسي الكامل أن ننال التمثيل الوزاري الدرزي كاملا، بما أنه أخذنا 7 من 8 نواب دروز والموقع الثامن معروف ظروف وهبه لشغله الحالي. وأكد الرئيس أن الرئيس المكلف سعد الحريري متفهم لهذا الطرح لأنه يرى أنه طرح محق. بتصور لا يزال هناك حالة من المراوحة،
للأسف الشديد، رغم أنه البلد يحتاج الكثير من الأمور. طبعا التلويح اللي سمعناه مؤخرا من قبل القصر الجمهوري أو بعض أوساطه الوزارية فيما يتعلق بسحب التكليف من رئيس الحريري أو إعادة النظر بالمهل، أتصور هذه هي غرطقة دستورية لن نقبل بها ولا يسمح بها الدستور أصلا. أما فيما يتعلق بموضوع الجهود التي يبذلها الحزب لإبعاد خطر داعش ونظام الأسد عن دروز السويداء، فأكد الرئيس أن الاتصالات مع القيادة الروسية لا تزال مستمرة، والعلاقة مع موسكو تاريخية وقديمة، ووجهات النظر أصبحت واضحة عند موسكو. تتابعون بعد الفاصل مزيد من الخسائر في صفوف الحوثيين بمحافظة حجة. جون ماكين يرحل بعد صراع مع المرض. عزل البرلمان الإيراني وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان من منصبه، ذلك إثر تراجع حاد في قيمة الريال وسط تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. في ضربة جديدة للحكومة الإيرانية التي تكافح لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة، سحب البرلمان الإيراني الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان. كرباسيان خسر تصويت الثقة ب 137 صوتا مقابل 121، وامتنع نائبان عن التصويت، ما يجعله ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني يتم عزله هذا الشهر بعد وزير العمل علي ربيعي. وفي ظل العقوبات الأمريكية الجديدة، يواجه الرئيس حسن روحاني بالفعل انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد، حيث من المقرر أن يمثل روحاني بنفسه أمام البرلمان قريبا، لكن دون تهديد بمساءلته، وهو أول إجراء من نوعه يتعرض له رئيس البلاد من البرلمان. وبينما تسود البلاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار مع دخول الجولة الأولى من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاتفاق النووي أدى إلى صراع سياسي داخل البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشن حربا نفسية على إيران وشركائها التجاريين. واعتبر ظريف أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق أضر الولايات المتحدة، مضيفا أن أمريكا لم تتمكن من تحقيق أهدافها. أعلنت وكالة إيرنا الإيرانية أن مقاتلة من نوع F-5 مخصصة لأغراض تدريبية تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في محافظة خوزستان، ما أدى إلى مقتل الطيار وإصابة مساعده. يذكر أن الطائرة كوثر التي كشفت إيران النقاب عنها ودعت أنها محلية الصنع 100%، تبين أنها من نوع F-5 أمريكية الصنع، كانت قد اشترتها طهران في العام 79. في اليمن، أكد مصدر عسكري أن الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي قتل أكثر من 200 عنصر حوثي في غضون 3 أيام كانت قد حشدتهم الميليشيات من محافظة حجة. على وقع الضربات المركزة للجيش اليمني مسنودا من التحالف العربي لدعم الشرعية، دفعت ميليشيات الحوثي بتعزيزات عسكرية إلى مديريتي عبس ومستبة في محافظة حجة شمال غربي اليمن، بعد أن طردتها قوات الجيش من مركز مديرية حيران المجاورة. مصادر ميدانية قالت إن هذه التعزيزات تدفقت على متن سيارات مدنية قادمة من محافظات صادا وحجة وصنعاء والمحويت وعمران إلى مديريتي عبس ومستبة. وتهدف هذه التعزيزات إلى مواجهة تقدم قوات الجيش إلى هذه المديريات المجاورة، خاصة بعد تحرير مركز مديرية حيران. هذا وتتواصل المواجهات في مديرية حيران، خاصة شمال شرقي المديرية، عقب وصول هذه التعزيزات، إذ يحاول الحوثيون التقدم لاستعادة السيطرة على المناطق التي طرد منها، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى في صفوفهم. تزامنا، تمكن طيران التحالف من تدمير 18 موقعا لآليات ومنصات صواريخ تابعة للانقلابيين.
تراوحت مواقفه بين الشدة والحكمة، وتميز عن مواقف حزبه وعارضها في بعض الأحيان، حتى أنه أوصى بعدم حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنازته. السناتور الجمهوري جون ماكين استسلم للمرض ورحل عن هذه الدنيا. في نهاية المطاف قرر التوقف عن تلقي العلاج والاستسلام للمرض. عن 81 عاما توفي السيناتور الجمهوري جون ماكين بالمرض الخبيث الذي فتك بدماغه. تاريخ حافل كتبه البطل القومي الأمريكي قبل رحيله. فخريج الكلية العسكرية الأمريكية شارك كطيار في حرب فيتنام، حيث وقع في الأسر وتعرض للتعذيب قبل أن يطلق سراحه ويعود لبلاده. ينحدر ماكين من أسرة اعتلت مناصب مهمة في الولايات المتحدة، وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ العام 87 ليمثل ولايات أريزونا في مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس لمدة 35 عاما. على الرغم من أنه كان يحسب على الحزب الجمهوري، إلا أنه استطاع التميز في مواقفه السياسية، ما أكسبه ثقة الديمقراطيين أيضا، حيث انتقد وبشدة قرار إدارة الرئيس جورج بوش في غزو العراق واستخدام معتقل كوانتانامو للتعذيب في استجواب المعتقلين. لم يحالف الحظ عام 2008 في كسب معركة الرئاسة مع باراك أوباما مرشح الديمقراطيين أنذاك، لكنه ظل واقفا بوجه إبرام الاتفاق النووي مع إيران، وانتقد عدم الرد على مجازر النظام السوري. وكجمهوري لم يكن على وفاق مع الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي ينحدر من نفس الحزب، فقد أعلن معارضته وبشدة قمة هلسنكي بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه أسوأ أداء لرئيس أمريكي تعيه الذاكرة، معتبرا أن ترامب لم يكن قادرا على مواجهة بوتين فحسب، بل لم يكن راغبا في ذلك. ترامب الذي لم يستذكر الحياة السياسية لماكين اكتفى بتغريدة لتعزية عائلته، فقد كان آخر ما أوصى به ماكين هو عدم حضور ترامب لجنازته. أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي بعد وصوله إلى العاصمة السورية دمشق أن الهدف من الزيارة هو تطوير التعاون الثنائي في الظروف الجديدة، وأمل حاتمي بأن تتمكن بلاده من المشاركة بصورة فاعلة في عملية إعادة الإعمار والبناء في سوريا، معتبرا أن ما جرى في سوريا شكل منعطفا للتعاون الإقليمي. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن تمثيلية كيماوية ستجري في إدلب خلال 48 ساعة، موجهة أصابع الاتهام بصورة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أضافت أن المخططين للهجوم سيطلقون قذائف مزودة بمواد سامة على بلدة كفرزيتا، مرجحة استخدام مادة الكلور في الهجوم. كانت موسكو قد مهدت سابقا لعدة هجمات كيميائية شنها النظام ضد المدنيين عبر اتهام المعارضة بالتحضير لاستهداف المدنيين. كشف قيادي في تحالف سائرون الذي يترأسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تقدم المشاورات مع الكتل الكردية والسنية للانضمام إلى التكتل، ورأى ناظم العبادي أن النقاشات والتفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة مع جميع الكتل الفائزة، مشيرا إلى أن الإعلان عن الكتلة الأكبر قد يكون خلال الساعات القادمة، مضيفا أنه سوف يتم تشكيل حكومة إنقاذ الوطن من كفاءات نزيهة تعمل تحت رقابة مشددة من سائرون وكتلة إنقاذ الوطن. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد 11 فلسطينيا خلال مداهمات شنتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت قوات الاحتلال عن استيلائها على 6 قطع سلاح خلال عمليات المداهمات والاعتقالات. كما ادعت هذه القوات أن قنبلة يدوية ألقيت على موقع عسكري لقواته قرب البيري دون وقوع إصابة. إلى ذلك اقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسات مشددة من شرطة الاحتلال، وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 100 مستوطن على مجموعتين اقتحموا منذ ساعات الصباح ساحات المسجد المبارك من جهة باب المغاربة وقاموا بجولات استفزازية داخله. اعتقلت الشرطة التركية شخصين آخرين يشتبه بضلوعهما في حادث إطلاق النار على السفارة الأمريكية في أنقرة في 20 آب الجاري، ليصبح عدد المعتقلين بسبب هذا الحادث 4 أشخاص. ونقلت صحيفة حريات التركية عن مصدر في الشرطة قوله
إن اعتقال الشخصين كان قبل يومين وأنهما يخضعان للاستجواب حاليا، كما مددت الشرطة التركية فترة احتجاز هذان الشخصين واعتقلا اللذين اعتقلا في وقت سابق، وقد اعترفا بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في أنقرة وهما تحت تأثير الكحول. قتل 8 أشخاص بينهم 6 أطفال جراء حريق اندلع بأحد المباني السكنية في مدينة شيكاغو الأمريكية. وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصلحة المطافئ بأن الحريق شب في إحدى شقق المبنى المكون من 3 طوابق ولم تكن مزودة بأجهزة إنذار الحريق. نعود إلى أخبارنا المحلية بعد الفاصل. وفيها صيدا تحتفل بالحياة في مهرجان سوق الأكل، ومهرجان للموسيقى العسكرية في موسكو. أهلا بكم جديد. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحكومة ستتشكل في نهاية المطاف ولن يصح إلا الصحيح. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحكومة ستتشكل ولن يصح إلا الصحيح، مشيرا إلى أن الوضع في لبنان ليس ميؤوسا منه. جعجع وخلال العشاء السنوي لمقاطعة الخليج في القوات اللبنانية الذي أقيم في معراب شدد على أن ما يحتاجه لبنان من أجل إصلاح الأوضاع هو القرار السياسي والوضوح والاستقامة والنية الصافية في العمل من أجل المصلحة العامة وليس من أجل المصلحة الخاصة. الحكومة بدها تتشكل أول آخر. هلأ فيهم البعض يطلعوا وينزلوا قد ما بدهم، بس بنهاية المطاف الحكومة بدها تتشكل، وبتشكيل الحكومة ما رح يصح إلا صحيح. نحن اليوم أول ما تتشكل الحكومة جديدة 3-4 خطوات. أول خطوة الكهرباء، بمجرد تصحيح وضع الكهرباء اعتبر أولا طبعا إجت الكهرباء عند الناس، هاي أول شغلة. الشغلة الثانية والأهم، وفرنا 1.5 مليار مليارين دولار على الخزينة، معناتها تقريبا نص عجز الخزينة بالوقت الحاضر. النفط ما لازم نصرف منه شيء، لازم نخليه للأجيال بدها تجي، نجرب نستثمر ونصرف نتفة صغيرة من الاستثمارات اللي بيعطينا إياها مثل ما بتعمل كل الدول متحضرة، طبعا بالإضافة إلى الثروة الجديدة يلي جايتنا. وبالتالي يلي بيعتبروا الوضع بلبنان ميؤوس منه، أبدا مش ميؤوس منه، ميؤوس من البعض بس مش من الوضع بلبنان. ولفت جعجع إلى أنه لا يجوز بعد اليوم الاستمرار بالتسلية بملف الكهرباء، فالتقارير الدولية وجميع الدول المانحة وجميع الدول المشاركة في مؤتمر السدر أدرجوا الكهرباء كبند أول في الإصلاحات التي يجب على الدولة اللبنانية القيام بها. بدوره أمل النائب هادي حبيش أن تثمر جهود الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة بعد عطلة الأعياد، مطالبا الأفرقاء السياسيين بالتواضع لتسهيل مهمته. وجه نداء إلى كل الفرقاء السياسيين، وللمرة الثانية والثالثة والرابعة تنقول أنه بتصور بكفي اللبنانيين أزمات متتالية وأزمات مفتوحة بمؤسساتهم الدستورية. ما نسيوا اللبنانيين أنه بقينا 2.5 سنين لحتى انتخبنا رئيس جمهورية، ما عم ينسوا اللبنانيين الفترات الطويلة اللي بقيت لحتى نألف حكومات من 2005 لليوم. نقطع بقى، يعني ما في شيء بيحرز لحتى نعمل هالمشاكل كلها سوا ونعطل شؤون البلد، نعطل شؤون الحكومة اللي مفروض تهتم أكثر بطرقاتنا، مفروض تهتم أكثر بإنارة طرقاتنا، توسيع طرقاتنا، لحتى بتطبيق قانون السير، لحتى ما بقى تصير هالحوادث هيدي اللي عم بتصير واللي كانت اليوم نتيجتها الكارثة الكبرى اللي وقعوا فيها أبناء عكار. فكل هيدا الشيء اليوم بخلينا نحط ورا ظهرنا، ويكون في عنا إن شاء الله هالأسبوع ضغط كتير كبير من الرئيس الحريري ومن اللي مكلف بتشكيل هذه الحكومة وبإجراء المشاورات لتأليف هذه الحكومة، وبالمقابل المطلوب التواضع من كل الفرقاء السياسيين لتسهيل مهمة الرئيس للوصول إلى تشكيل الحكومة. على خط موازن، أكد النائب السابق صلاح حنين أن مسؤولية تشكيل الحكومة تقع على عاتق الرئيسين ميشيل عون وسعد الحريري، مشيرا في مقابلة مع برنامج كلام بيروت إلى دور الأفرقاء كافة في تسهيل مهمة الرئيس المكلف. أنا بالنسبة لي عم بمارسوا السياسة الغلط، هي مش قضية حصص،
هي مش قضية حصص، أنا حصتي طلعت بالمجلس هيك بكفر. بدي أخذ هالحصة بالمجلس حتى بالحكومة. أنت أخذت حصتك بالمجلس، الناس عطوك سأل المجلس، هلأ صار في دور تأليف الحكومة، الحكومة تؤلف وفق مشروع. أنت حضرتك شو ما كان تقلك من واحد لهيدا، أنت يا بتوافق على المشروع وتحكم يا بتعارض. أنت تقلك العطوك يا الناس حتى تحكم او تعارض. اصلا هي وقت بتتشكل حكومه بدها تنزل على المجلس النواب للثقه، لشو بدي رساله؟ افترض انعرض على حكومه على مجلس نيابي وهالحكومه انعرضت على مجلس نيابي ما اخذت الثقه، بس من وقت تاليفها بتصفي هي عم بتصرف الاعمال، هيدا الدستور بيقول هيك. اذا كل شيء بيكون ربحه بهالموضوع اذا ما اخذت الثقه انه الحكومه المؤلفه بصير هي عم تصرف الاعمال بدل ما تكون الحكومه اللي موجوده هلا المستقله هي عم تصرف اعمال. لانه بالكل كلام عم بقوله ما نفصل بين المسؤوليه المشتركه لرئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه في التاليف. دائما ما ننسى ونضل حاطين قدام اعيننا انه المسؤولين هن اثنين، وحتى انا بعتبر مسؤوليه رئيس الجمهوريه كمان اقوى حس، هو بيصدر بالاتفاق مع رئيس حكومه. ما لازم رئيس جمهوريه هلا في كلام كانه عم بيقدف على رئيس الحكومة. لا مش تعاون واضح، مش رئيس، مش مسؤولية بس رئيس حكومة، لازم يكون في تعاون واضح وهيدي مسؤولية مشتركة. إنما رئيس جمهورية منتخب لست سنين ورئيس المكلف إذا ما قدر شكل وألف هو ساعتها مضطر يستقيل. وصل الرئيس السويسري ألان بيرسي إلى لبنان في زيارة رسمية تستمر 3 أيام تلبية لدعوة رئيس الجمهورية ميشيل عون. وبعد استقباله مع زوجته والوفد المرافق في مطار رفيق الحريري الدولي، انتقل الرئيس السويسري إلى مقر إقامته في فندق فينيسيا قبل أن يزور متحف بيت بيروت في سوديكو ويجول في أرجائه. برنامج الزيارة الرسمي ينطلق غدا بوضع إكليل من الزهر على نصب الشهداء في وسط بيروت، ليلتقي بعدها الرؤساء الثلاثة في محادثات تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية ودعم لبنان في المحافل الدولية وأزمة النازحين السوريين ومكافحة الإرهاب. مواقف تستنكر الاعتداء على كنيسة مار مارون في الدبية وتدعو الأجهزة الأمنية والقضائية للعمل سريعا لتوقيف الجنات. لا تزال المواقف الشاجبة والمستنكرة للاعتداء الذي تعرضت له كنيسة مار مارون في منطقة الدبية في إقليم الخروب تتوالى. فقد استنكر عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار هذا الاعتداء، وطالب السلطات الأمنية والقضائية التحرك سريعا لكشف الفاعلين ومعاقبتهم. أما الجماعة الإسلامية فرأت أن من اعتدوا على الكنيسة يريدون الفتنة، معتبرة أنه أمر غريب وخارج عن عادات وثقافة أبناء منطقتنا التي تعتبر نموذجا للعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد. بدوره طالب النائب جورج عدوان الأجهزة الأمنية بكشف الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء، فيما أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أن التعدي على الكنيسة مهما كان القصد منه هو تعد على العيش الواحد. وأضاف لجميع العابثين نقول الجبل والشوف في ظل المصالحة الكبرى للبطريرك صفير ووليد جنبلاط بأمان بوعي أهله بمحبة أهل الشوف لبعضهم البعض، وكلنا ثقة بالأجهزة الأمنية لكشف الفاعلين. عند مدخل صيدا الشمالي تتواصل فعاليات مهرجان سوق الأكل وسط إقبال لافت. صيدا تحتفل بالحياة هو الشعار الذي اختارته اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية لمهرجانات المدينة السياحية هذا العام، التي تنظمها بالتعاون مع بلدية صيدا في الواجهة البحرية لمدينة رفيق الحرير الرياضية عند مدخل صيدا الشمالي. فعاليات مهرجان سوق الأكل تتواصل بنجاح باهر بمشاركة أكثر من 20 مؤسسة ومطعما وجمعية تعرض مأكولاتها وحلوياتها ومنتجاتها بالتزامن مع أنشطة ترفيهية وفنية وتراثية متنوعة. نحن مطعم واحد السلام، مطعم بعود ريعه للمسنين بصيدا، حبينا نشارك بهذا المهرجان لانه مهرجان ناجح وكثير حلو. ايفنت شيء كثير حلو وخاصه لمدينه صيدا شيء كثير ممتاز، يعني شيء بنشط الحركه ان كان اقتصاديه ولا اي نوع من انواع النشاط. سوق الاكل شهد في يومه الثاني اقبالا لافتا من المواطنين على اختلاف اعمارهم الذين تقاطروا من صيدا وجوارها وجالوا على اجنحه السوق وتذوقوا الماكولات والمشروبات المعروضة فيه، فيما اختار
اختار بعضهم التسوق من المنتجات التي تعرضها بعض الجمعيات التراثية والحرفية المشاركة، وذلك بمواكبة العروض الترفيهية والموسيقية التي أضفت جوا من الفرح على المهرجان. في صفقة قيمتها 73 مليون دولار أمريكي، البنك الدولي يسعر أول سندات عامة تنشأ وتدار باستخدام تقنية البلوك تشين. سعر البنك الدولي أول سندات عامة تنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل بلوك تشين في صفقة قيمتها 100 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 73.16 مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى اختبار قدرة التكنولوجيا على تحسين ممارسات بيع السندات المعمول بها منذ عقود. وبلوك تشين أو قواعد البيانات المتسلسلة هي تكنولوجيا رقمية تسهل عمليات دفع وتحويل الأموال من شخص إلى آخر وتدفق المعلومات من دون الحاجة إلى وسيط موثوق به، كما أنها من التقنيات الجديدة والناشئة أساسا لدعم الاقتصاد الرقمي. وقال Commonwealth Bank of Australia المدير الوحيد للعملية في بيان إن السندات الصادرة لأجل عامين سعرت بعائد 2.251% وستجري تسويتها في 28 من أغسطس آب الحالي، وحظيت بدعم 7 مستثمرين وهو ما ساعد على جمع 110 ملايين دولار أسترالي أو ما يعادل 80.4 مليون دولار للبنك الدولي. وقال جيمس وول المدير العام التنفيذي للبنك أن الصفقة فاقت التوقعات والفوائد كانت كبيرة جدا، وينظر إلى العملية التجريبية كخطوة أولية للانتقال بمبيعات السندات من نمطها التقليدي صوب نظام آلي أسرع وأقل تكلفة. وكثيرا ما يستخدم البنك الدولي الحاصل سنداته على تصنيف AAA قدرته على الاقتراض للمساعدة في تطوير أسواق جديدة للسندات، وكذلك لتحقيق الريادة في أساليب جديدة لبيع وتداول الأوراق المالية. ويصدر البنك ما بين 50 و60 مليار دولار سنويا من السندات لدعم التقدم الاقتصادي في الدول النامية. وتعد العملات الرقمية المشفرة أول تطبيقات تقنية بلوكتشين توفر أموالا رقمية أو افتراضية لا تحتاج إلى البنوك المركزية، وتسهل عمليات الدفع والتحويل من دون الحاجة إلى مؤسسات المالية على غرار بيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم. في الاقتصاد أيضا، تخلى الرئيس التنفيذي لتسلا عن مساعيه في إلغاء إدراج شركته وسط تساؤلات بشأن مستقبلها. قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا إنه سيستجيب لمخاوف المساهمين ويتخلى عن مساعيه لصفقة بقيمة 72 مليار دولار لإلغاء إدراج شركته المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، متخليا بذلك عن فكرة فاجأت المستثمرين وتسببت في اعتماد تدقيق من جهات الرقابة المالية. وأثار قرار إبقاء تسلا مدرجة تساؤلات جديدة بشأن مستقبلها. وأعلن ماسك في وقت سابق عبر تويتر أنه يبحث أمر تحويلها إلى شركة خاصة، محددا سعر السهم عند 420 دولار، فيما تساءل المستثمرون عما يعنيه ذلك بالنسبة لقدرة ماسك على توجيه الشركة نحو تحقيق الربحية. وتسبب ذلك الإعلان في رفع دعاوى قانونية من مستثمرين بحق ماسك وفي تحقيق من لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة حول مدى الدقة في بيانه على تويتر، الذي قال فيه أيضا أن التمويل للصفقة تم تدبيره. وقال ماسك إن إعلانه بأن هناك تمويلا أكثر من كاف لتحويل تسلا إلى شركة خاصة تعزز خلال العملية، وعزى قراره التخلي عن تلك المساعي إلى رد الفعل الذي تلقاه من المساهمين، إضافة إلى أن جهود إلغاء الإدراج ستستغرق وقتا وتتسبب في تشتيت جهود الشركة أكثر مما توقع. وكان ماسك قد صرح سابقا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي أصبح من مساهمي تسلا هذا العام بحصة أقل قليلا من 5% بمقدوره مساعدته في تمويل الشق النقدي من الصفقة، لكن مصادر مقربة من صندوق الثروة السيادي قللت من احتمال حدوث ذلك. وقالت رويترز أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات لاستثمار أكثر من ملياري دولار في لوسيد موتورز منافسة تسلا. مهرجان الموسيقى العسكرية يتواصل في ساحة الحمراء في روسيا بمشاركة أكثر من 20 فرقة من مختلف أنحاء العالم. في موسكو تتواصل فعاليات مهرجان سباسكايا تاور للموسيقى العسكرية في الساحة الحمراء، والذي يشارك فيها أكثر من 20 فرقة عسكرية من مختلف أنحاء العالم. وإضافة إلى الألحان الرائعة التي تعزف، تقدم الفرق عروضا في الأوبرا والباليه لأشهر الفنانين العالميين. تحت
تحرص جماهير كبيرة وأعداد معتبرة من السياح على حضور هذا المهرجان لمشاهدة الفرق السيمفونية العسكرية وهي تقدم معزوفات خاصة أمام قصر الكرملين. تتميز تلك الفرق بالنسبة للكثيرين بوجهها الخاص وجمال موسيقاها وانضباط حركاتها. وإلى جانب مسيراتها العسكرية عزفت الفرق الموسيقى الكلاسيكية والعسكرية والأنغام الحديثة. تستمر فعاليات المهرجان حتى اليوم الثاني من الشهر المقبل. نصل الآن إلى النشرة الرياضية، يرافقنا فيها عباس حسن. مساء الخير. الإسباني فرناندو ألونزو سائق ماكلارين عم ينجى بسباق جائزة بلجيكا الكبرى من حادث مروع. انسحب الإسباني فرناندو ألونزو سائق ماكلارين من سباق جائزة بلجيكا الكبرى المرحلة 13 في بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى الفورمولا 1، وذلك بعد اصطدام سيارته بسيارة الألماني نيكو هاكلبرغ سائق رينو في اللفة الأولى. وبعد انطلاق السباق على حلبة سبا فرانكورشان، ضغط هاكلبرغ على المكابح متأخرا في اللفة الأولى وصدم بشدة بسيارة ألونزو من الخلف، ما أدى لارتفاع عن الأرض وسقوطه بشدة وتضرره، إلا أن السائق الإسباني المتوج ببطولة العالم مرتين لم يتعرض لأذى، وطارت السيارة من فوق سيارة منافسه شارل لوكلير سائق ساوبر. ومرت سيارة ألونزو من فوق رأس الشاب لوكلير المولود في موناكو، وبدت أن لمست جهاز حماية الرأس هالو الذي أصبح مستخدما منذ بداية الموسم الحالي لحماية السائقين من الإطارات والحطام المتطاير. وقال السائق الإسباني: هالو كان جيدا جدا اليوم، أعتقد أنه كان مفيدا له وساعده عند مشاهدة الإعادة التلفزيونية، لسنا بحاجة للتساؤل حول أهميته الآن. وتسبب الحادث في نزول سيارة الأمان إلى الحلبة لأربع لفات. ويشبه ذلك الحادث الذي تعرض له ألونزو في 2012 عندما طارت سيارة رومان جروجان سائق لوتوس رينو في ذلك الوقت لتصطدم بسيارة بطل العالم مرتين والذي كان ينافس مع فيراري، وتم تغريم جروجان وإيقافه لسباق واحد. ولكن الألماني سيباستيان فيتال سائق فريق فيراري قد أحرز لقب السباق. في لبنان كان النجم عم يحتفظ بلقب كأس النخبة لكرة القدم بفوزه 1-0 على الإخاء الأهلي علي في النهائي امبارح السبت، وتوج النجم بهذا اللقب في آخر نسختين، ولقب امبارح هو الأول بقيادة مدربه الجديد الصربي بوريس بونياك. ويأمل المدرب الصربي البالغ من عمره 63 سنة في إضافة لقب جديد عندما بيواجه العهد بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي على كأس السوبر المحلي يوم السبت المقبل. إلى أخبارنا الدولية وكرة القدم، جوفنتوس كان عم يحقق الفوز على لاتسيو بهدفين دون مقابل في مباراة جمعة الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ميراليم بيانيتش افتتح تسجيل للبيانكونيري في الدقيقة 30، وضاعف ماريو مانزوكيتش النتيجة في الدقيقة 75، بينما واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل من ريال مدريد الصيام عن التهديف للمباراة الثانية على التوالي، وارتفع رصيد جوفنتوس إلى 6 نقاط في المركز الأول بعد تحقيق انتصاره الثاني، بينما ظل لاتسيو في قاع جدول الترتيب بدون أي نقطة بعد الهزيمة في مبارتين. انفرد ليفربول مؤقتا امبارح بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه برايتون 1-0 على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة، وأحرز النجم المصري محمد صلاح هدف اللقاء الوحيد في دقيقة 23 ليرفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وبورنموث. إلى أخبار الدوري الإسباني لكرة القدم، وتحديدا المباراة اللي كان عم يشتكي فيها لاعبي فريق برشلونة من أرضية الملعب أمام فالادوليد، كان عم ينقذ الفرنسي عثمان ديمبلي فريقه من فخ مضيفه فالادوليد بتسجيله هدف الفوز 1-0 في مباراة جمعة الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من الليغا الإسبانية. وإجا هدف ديمبلي في الدقيقة 57 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة رأسية من سيرجي روبرتو.
إشارة إلى أنه الصحافة الإسبانية كانت عم تنتقد أرض الملعب، وكذلك فعل لاعبي فريق برشلونة، وقالت الصحافة الإسبانية بأنه هذا الملعب هو ملعب صالح لزراعة البطاطا، بينما كان الملكين وطبعا لاعبي فريق الفالادوليد والمدرب عم بيقولوا بأنه هذا الشيء مردوده إلى أنه المباراة صارت، وخاصة أنه الفريق طلع إلى الدرجة الأولى مؤخرا ولم تسنح الفرصة لهم لكي يكون الملعب مناسب لأداء المباريات. وتجد الإشارة أيضا إلى أنه فريق برشلونة سيتقدم بشكوى رسمية للرابطة كرة القدم الإسبانية. رح نتابع مع الملياردير الروسي مالك نادي تشيلسي، واللي يبدو بأنه الأزمة السياسية اللي صارت ما بين روسيا وإنجلترا قد أثرت على جميع القطاعات ومن بين القطاع الرياضي، خاصة وأنه هذا الروسي يمتلك فريق تشيلسي. صحيفة ساندي تايمز قالت في احتمال يبيع النادي. ذكرت صحيفة ساندي تايمز أن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش تعاقد مع بنك استثماري للنظر في بيع فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، ونفى مصدر في النادي أن يخطط إبراموفيتش لأي عملية بيع. وقالت صحيفة ساندي تايمز أن الخطوة اللي اتخذتها روسيا إجت بعد رفضه لعرض شراء حصة أقلية في النادي من قبل شركة الأسهم الخاصة الأمريكية سيلفر ليك بارتنرز. وقالت الصحيفة دون ذكر مصادرها أنه مديري تشيلسي جيلباغو ورافيتش من مجموعة ترين، وهو بنك متخصص في الرياضة والتكنولوجيا. وقال المصدر في تشيلسي الذي رفض الكشف عن اسمه النادي ليس للبيع، المالك لا يفكر في بيع النادي. بشكل منفصل رفض متحدث باسم إبراموفيتش في موسكو التعليق على المضاربة في السوق، ولم ترد إيرين جروب على الفور على رسالة إلكترونية تطلب التعليق. وقالت صحيفة ديلي ميل في الوقت السابق من هذا العام أنه جيم راتكليف صاحب شركة إينوس الكيماوية العملاقة تقدم بعرض بقيمة ملياري جنيه استرليني أي 2.55 مليار لشراء النادي الذي رفضه إبراموفيتش أيضا. وتزايدت التوترات ما بين بريطانيا وروسيا هذا العام بعد ما اتهمت لندن موسكو بتسميم عميل مزدوج سابق هو سيرجي سكريبال في بريطانيا في مارس أذار. ونفت روسيا أي تورط في التسمم، ولكن الروس الأثرياء تأثروا بالعلاقات الفاترة بين البلدين. وواجه إبراموفيتش مشاكل في تجديد تأشيرته البريطانية في وقت سابق من هذا العام، مما جعله يغيب عن مباراة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر يونايتد في مايو. وبعد ذلك بقليل قال تشيلسي أنه العمل في استاد جديد في لندن سيعلق إلى أجل غير مسمى، مستشهدا بمناخ الاستثمار غير المؤتي. لوريس كاريوس الحارس يلي منذكره كتير منيح والذي أدت أخطاؤه إذا بتتذكروا بالعام 2018 بالمباراة الشهيرة بين ليفربول وريال مدريد على نهائي دوري أبطال أوروبا إلى اهتزاز مرمى فريق ليفربول بنتيجة 3-1. هالمرة عم ينتقل على سبيل الإعارة إلى تركيا. ترك حارس المرمى لوريس كاريوس ليفربول لينضم إلى فريق بشكتاش التركي في صفقة إعارة مدة سنتين. وأكد قادة الدوري الممتاز كان في وقت سابق أنه المتوقع أن يخرج اللاعب البالغ من العمر 25 سنة والذي شارك في 49 مباراة مع الفريق الأحمر بعد وصوله في ماينز في عام 2016 إلى النادي بعد وصول أولسون البرازيلي الذي اختير من أجل الاختيار الأول مقابل حارس مرمى. وكان الألماني على خطأ بسبب هدفين عندما خسر ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 أمام ريال مدريد في المباراة النهائية، إلا أنه تم الإعلان في وقت لاحق أنه يعاني من ارتجاج في أعقاب اصطدامه في وقت سابق. هذا كل شيء بأخبار الرياضة. عودة للينا ومحمد. شكرا لك عباس على نشراتك الرياضية الدسمة دائما. صفحة الأحوال الجوية مع كريستال. موسوار طقس صيفي ورطب نسبيا عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد جولة على الدول العربية. منبلش جولتنا مع القاهرة 34، تونس 29، الرباط 27 درجة، بغداد 43، دمشق 34، القدس 37 درجة، والختام عم بيكون مع الكويت 44، الدوحة 41، والرياض 43 درجة. نوصل هلا طقس لبنان. بكره الجو العام عم بيكون غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحراره، تتوصل اقصاها لبكره على الساحل ل 32 درجه، اما ادناها لل 24 درجه. بالنسبه للرطوبه عم توصل اقصاها ل 85%، اما سرعه الرياح عم بتسجل 25 كيلومتر بالساعه. بجبل عم تتراوح بين 18 و 27 درجه، اما بالداخل عم توصل اقصاها لل 35 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من الشمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل الحراره ببعض المناطق اللي منبلش جولتنا من الشمال مع كار 31، طرابلس 32، الأرز 21، الكورة 32 درجة،
الهرمل والقاع 33، بعلبك 34، رياء 31 درجة. منكمل عجبال 30، ميروبة 22، جونية وبعبدة 29 درجة، بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة ل 29 درجة وطقسها عم بيكون غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، زحلة 34، شتورة 33، عنجر 34، مشغرة 31 درجة، جزين 31، رشيا 27، مرجعيون وبنت جبال 31 درجة، والختام عم بيكون مع بيت الدين 27، والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا 31 درجة. مثل ما ذكرنا لبكرة عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، أما لبكرة الحرارة عم توصل أقصاها لل 29 درجة أما أدنيها لل 25 درجة. مثل ما ذكرنا عم بيكون في عنا طقس مستقر عم بيسيطر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومكمل لنهار الثلاثة والأربعاء مع حرارة عم بتسجل أقصاها 29 درجة. بمنطقة الأرز الحرارة عم توصل أقصاها لل 21 درجة. هيدا كان كل شيء لليوم، ما تنسوا شو ما كان طقسكن المفضل، لاقونا على طول على المستقبل. ختاما نذكركم بالعناوين. عكار المفجوعة تودع ضحايا حادث السير المروع، وحريق هائل يلتهم أحراج عين عنوب وخرج بشمون. قصص مواد جمعها وعمل منها دراسة. الرفاعي يرد على دراسة الجريساتي، ونصر الله عن المحكمة الدولية لا تلعب بالنار. تدهور الاقتصاد الإيراني يطيح بوزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كربسيان. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع.